فالخرشوف هو من الخضار ديال فصل الشتاء فصل الربيع. النقطة اللي مهمة في الخرشوف، أنا ما غنرجعش للفيتامينات والأملاح المعدنية اللي فيه، لأن نقطة مشتركة ما بين مجموعة ديال الأغذية أخرى، فيه مادة اللي هي مهمة اللي تمتاز بها الخرشوف والقوق، واللي هي مادة سيليمارين. هاد المادة ديال السيليمارين عمرنا ما جبدناها هذه نعم صراحة يا عمرنا ما جزائر. جبدناها، نعم، لأن كما دائما تنقولوا أن كل خضرة عندها واحد الخاصية ديالها تتمتاز بها على الخضر الأخرى، ومن هنا كاينة القاعدة ديال ما كاينش غذاء متكامل ولا غذاء كامل. فهاد المادة ديال السيليمارين أشنو تدير؟ هي داخلة في الغنى ديال الفلافونويد، هي مادة اللي تتلعب دور مهم جدا، وهي مادة غذائية ديال الكبد، يعني تتقي الكبد من الفيروسات اللي تقدر تصيبه ومن التشمع الكبدي. حنا ما تنهضروش على العلاج، تنهضروا على الوقايه. أكيد. فالخرشوف تيلعب دور مهم جدا في الوقايه من امراض الكبد، وخصوصا الفيروسات اللي تقدر تصيب الكبد. هي من الخضر الخضراء، وبالتالي فهي فيها لـ 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 فيها الالياف الغذائيه بشكل كبير. هذه النقطه الاولى. النقطه اللي مهمه هي خضراء، ولكن من تنخليوها شويه تتكحل. تتكحل بالزربه، هي من الخضر اللي تتكحل بالزربه، ماشي بحال الخيزو مثلا او القرعه، ما غتكحلوش بنفس السرعه ديال الخرشوف. دايما تتلقى السيده مثلا ولا السيد تيصيف الخرشوف وحده الحامض تيديروا في الماء والحامض. الوغ لماذا؟ لانه عامر بالبوليفينول وعامر بالفلافونويد، وهادو مواد مضاده للاكسده التي تقي من السرطان. جميل. ربما ان الخرشوف الاغلبيه ديال الناس ربما تيتناولوه مره في الاسبوع او لا مرتين على اكثر في الاسبوع، مره في الموسم، مره في بعد الشهر. هذه مساله اللي هي خاطئه، لان قليل هي الاغذيه اللي تتلعب هذا الدور للوقايه من امراض الكبد والتنقيه ديال الكبد. لما بغينا نديروا لا ديتوكس فيمكننا نعتمدوا على الخرشوف بشكل كبير بالنسبه للناس اللي تيبغيو يديروا لا ديتوكس في هذه الفتره هذه. واخا جميل اننا نتناولوا الخرشوف، ولكن كيفاش نتناولوه؟ حنا تنعرفوا في المغرب كيفاش نديروا الخرشوف؟ طاجين ياك؟ طاجين وفي الكوكوت، هذاك الشيء اللي كاين. يمكن يتكل الخضر، الخرشوف يمكن يتكل. مساء الخير اسي، ما تنقولوش ما تنقولوش من وراه بعد. لا جميع الخضر، شوف هذه قاعده، جميع الخضر يمكن تكل الخضره. اللفت يمكن له يتكل الخضر، القوخ يمكن له يتكل الخضر، الخرشوف كذلك يمكن يتكل الخضر. الوغ بالنسبه للطياب، كاين ناس بعض الاحيان اللي تيسلقوه وعاد تيطيبوه، هذه قاعده خاطئه. علاش يسلقوه؟ باش يحيدوا منه المروريه ديالو. ولا عقلتي، كنا دائما تنقولوا ان الفوائد كاينه في المروريه اكثر من الحلاوه. الا مشينا الزيتون هو مر، الرمان بالقشور ديالو دخلانيين مرين، نفس الشيء بالنسبه للخرشوف، هو شويه مر، وهنا فين كاينه الفائده ديالو في القيمه الغذائيه ديالو في هذيك المروريه. فالخرشوف يعني كيف ما قلت بالاضافه، هو فيه نسبه كبيره من المغنيسيوم، نسبه كبيره من البوتاسيوم، نسبه كبيره من الفوسفور، كذلك نسبه كبيره من الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف اللي هضرنا عليهم هذا الاسبوع. ولكن تتبقى هذه الماده ديال السيليمارين اللي فيها ثلاثه ديال الفلافونويدات، وما بغيتش ندخل في تفاصيل اكثر، هي من بين اهم المواد اللي كاينه فيه، واللي هي ضروريه بالنسبه للجسم ديالنا، وحتى بالنسبه للاطفال ابتداء من سنتين يمكن لهم ياكلوا الخرشوف. خاصنا نعطيوهم الخرشوف، لانه تيلعب دور مهم في النمو بالنسبه للاطفال. واضح. الخرشوف تناكلوه مره في الموسم، ماشي بزاف. هذا خطأ. غير بغينا نعرفوا بعد الموسم ديالو، حيت بولينا تنشوفوا الخرشوف على طول السنه. لا، هو الوقت ديالو ما بين تيبدا شي شويه في الاخر ديال شهر واحد، يعني يناير، تيبقى فبراير مارس، هذا هو الوقت ديالو، الوقت ديال ما بين الشتاء وبدايه فصل الربيع. كيفاش نختاروه؟ دابا كاين المشكل ديال كيفاش نختاروه، وكاين انه منين جاي، لان عندك البقوله، عندك السلق، عندك الخرشف، عندك مجموعه ديال الخضر اللي هي جذريه. المشكل اللي تيوقع هو خاص المكان اللي تكون فيه يكون مكان نقي، وبالتالي فالغسل ديالها خاصو يتم بشكل جيد، لان بعض الاحيان تقدر تكون بعض الحيوانات في هذيك الاماكن ويقدر مجموعه ديال المشاكل. فالغسل ديالو خصو يكون جيد، وكما تنقولوا حنا يكون صغير ما يكونش كبير. وفكرتيني في واحد المساله، ان كاين اللي تيلوح هذاك الراس ديالو، هذاك هو البنين، ما خصوش يتلاح، لان كاين اللي تيحيدو تيخلي غير هذوك الوراق ديالو، هذوك العواد، وتيلوح القلب ديالو، فالقلب ديالو ما خصوش يتلاح، لان تما فين مجموع كل شيء، لان من تما تيخرج، وبالتالي من تما فين كاين التركيز ديال هاد لا سيليماغي اللي هضرنا عليها، تما فين كاين التركيز ديالها. بالنسبه للاستهلاك ديالو خضر، فممكن ان الناس يديروا له بحال الكورنيشو، وبحال الدرك ديال الهنديه، انه تيدار في القرعه ديال الزيت مع الحامض ولا الخل، وتيمكن يبقى عندي مده طويله، وتيتقطع وتيدار مع الشلاضه. مهم كذلك بالنسبه للناس اللي تيعانوا من ارتفاع الكوليسترول، والناس اللي عندهم مشكل ديال القبض، حيت فيه الالياف بزاف، لان عامر بالالياف الغذائيه.
يعتبر بين الاغذيه ديال فصل الربيع، الاغذيه اللي الحمد لله كاينه في المغرب والثمن ديالها ثمن منخفض، والكل ربما تعرف بان القوق هو الغذاء ديال هاد الوقيته هادي ديال هاد الفصل هذا. هذيك الكحوليه ديالو تما فين كاينه السر، تما فين كاين المعنى فعلا. فهذيك الكحوليه هي اللي ان تعني بانه يعني بان القوق تنعرفوا غير تتقشروا السيده باش تحطوا ضروري، ولما لا السيد بجوج نعم الاسبقيه النساء ف بطبيعه الحال واخا يكون السيد الا كان تعرف ينقي القوق راه مرته اللي علمته، لانه راه كل رجل عاد من امراه تبارك الله عليك خلاص حنا راه بدون كنا لا تستمر الحياه، حنا نعترف بهذا. فهذيك الكحوليه بطبيعه الحال لانها راجعه لمضادات الاكسده، فالكحول القوق دغيا تيكحل لان هذيك مضادات الاكسده اللي فيه تعني بان فيه مضادات الاكسده بشكل كبير. الابعد من هذا فالقوق هو فيه يحتوي كذلك على الياف غذائيه بشكل كبير، وهو اللي تيميزه هو ان فيه جوج انواع الالياف الغذائيه. فيه الالياف الغذائيه المذابه والالياف الغذائيه الغير المذابه. فهنا بطبيعه الحال هاد الجوج الالياف الغذائيه اللي كاين في القوق تيعاونوا باش يقادوا لنا لو ترونزيت انتستينال ديالنا، يعني الجهاز الهضمي ديالنا، وخصوصا المشاكل ديال القبض. والدراسات كلها تتربط القوق بامراض القلب والشرايين، وخصنا نعرفوا بان امراض القلب والشرايين هي السبب الاول للوفاه في العالم. تقريبا عدد كبير الملايين الملايين الناس تيموا بسبب هاد الامراض هذه. فالقوق تيقي من الاصابه من هاد الامراض. داكشي علاش نقولوا الناس يحاولوا القوق ياكلوه دابا، ما يبقاوش يخزنوه ولا يديروه في الكونجيلات. واخا فاش تكلم استاذ نبيل عياشي على القوق، واش باش يعني تتعني القوق خضر او القوق مطبوخ بالطريقه المغربيه مثلا في الطاجين مع الجلبانه؟ نعم، هو بجوج بهم مزيانين، ولكن ان كان خضر هو افضل من انه طيب. هذا ما تعنيش اننا نديروا به طاجين القوق والجلبانه، ماشي مشكل، غير هو الناس هذيك الماء عاده ديك الماء اللي تيسلقوا فيه القوق تيلوحوه. إذا كنا عارفين المصدر ديال هذاك القوق، يعني ماشي مصدر اللي موسخ بزاف إلى آخره، ولا ممكن نغسلوه مزيان، ولكن هذاك الماء اللي سلقنا فيه القوق ما نلوحوش، أشنو نديرو به؟ غادي نطيبوا به لي سوب، أولا غنديروه في الطاجين اللي كنا غادي نطيبوا الطاجين، ولا نشربوه كاع يعني بشكل عام. علاش هذا الماء هذا شنو فيه؟ لأنه هو اللي عامر بالأملاح المعدنية، هذيك الأملاح المعدنية كل اللي كاينة في القوق تدوز لهذاك الماء، من بعد تنتناولوا أمور أخرى اللي تجي من القوق. فبحال مثلا القوق فيه واحد المادة اللي سميتها لينولين، وهذا لينولين تتلعب دور مهم جدا في تكوين واحد البكتيريا على مستوى الامعاء، وهذه البكتيريا هي اللي تلعب دور مهم جدا في عمليه ديال الهضم. وبالتالي داكشي علاش نقولوا شوف كل غذاء عنده الوقت ديالو. الان الناس تيجمعوا تيديروا في الكونجيلاتور، هذا خطا. القوق ناكلوه دابا مع الجلبانه، راه ماشي غير هكاك باش جانا طاجين القوق والجلبانه، لفت هضرنا عليه البارح الطاجين ديال القوق ممكن يكون ممتاز ويكون جيد. القوق كذلك فيه فيتامين بي ناف، والاغلبيه ديال الناس يعانيوا من هذا المشكل ديال النقص في هذا الفيتامين بي ناف. فالقوق تحتوي على هذا الفيتامين هذه بشكل كبير، والتناول ديالها فبطبيعه الحال تساعدنا باش اننا نقيو نفسنا من نقص في هذه الفيتامينات. هذا الابعد من هذا هو ان الناس الدراسات تربط بان التناول ديال القوق، التناول ديال القوق تيلعب دور باش اننا نقيو نفسنا من مشاكل ديال خصوصا سرطانات ديال الجهاز الهضمي. هاد السرطانات ديال الجهاز الهضمي اللي للاسف اصبحت منتشره بشكل كبير، واللي الاغلبيه ديال الناس لينا تنطرحوا السؤال منين جايه. بطبيعه الحال منين جايه من هذا المشكل ديال عدم تناول هذه الاغذيه هذه. وهنا القوق ربما كاين عندنا جوج المناطق اللي تيتكال ديال القوق. الناس تيعرفوا غير جوج، تيعرفوا هذيك البلاصه اللي مدوره القلب ديال القوق اولا الاوراق ديال القوق، ولكن تنساو ما ناكلوش العود ديال القوق. صحيح، هذاك العود ديال القوق كنا ناكلو فاش كنا صغار. نعم كنا ياك الوالده فاش تنقي القوق حنا تنبالي وبالي العود فعلا. فهذه للاسف يعني هذاك العود ديال القوق اللي سميناه هكا، فهو كذلك يمكن الطاجين تا هو خصو يطيب مع القلب ديال القوق، وهذوك الاوراق ما نلوحوهمش، لان بعض الاحيان الناس تيطيبوا هذاك القلب وتيلوحوا هذاك العود وتيلوحوا هذاك الوراق اللي كاينين على برا. فهذوك الوراق على برا كنا تناكلوهم شحال هادي. دابا للاسف كما قلتي في المقدمه ديالك حين تيكحلوا، ربما الناس ما تيبغيوش ياكلوهم، ولكن هذا خطا. يعني الناس خصهم يفهموا بان هذيك المكونات الغذائيه اللي كاينه في القوق كاينه في هذيك الوراق، وكاينه في القلب، وكاين في العود، ما يمكنش نفصلوا بيناتهم. وبالنسبه للكحوليه فيكفي اننا ناكلوا الليمونه ولا عصير الحامض من بعد
القوق تتحيد الكحوليه كامله. بوتيتك صافي جولي اوسي. لما لا؟ اذا القوق انا عندي ليه بزاف الحيل باش نستافدوا منه. انا معاك في ان طريقه الاحتفاظ به في الكونجيلاتور ما تخليناش نستافدوا من المواد في الوقيته ديالها، لكن بعد خطره تنبغيو غير نحيدوا عندنا هذيك التماره ديال التنقيه ديال القوق. هو صعيب في التنقيه ديالو، خصوصا نحيدوا منه النياق. النياق كيف ما تتعرف هو هذوك التفل اللي تيكون في القلب ديال القوق، واللي تنستعملوه حتى هو باش نحضروا الريب. نعم ياك صح صح. فاش نحيدوا النياق وتيبقاو عندنا القريبات ديال القوق، انا تنقترح على المستمعين انهم يصبروه علاش، يعني يخليوه في الماء لواحد المده ديال 3 ايام حتى السيمانه، يبدلوا الماء ياك، يجبدوه طبعا يكونوا حكوا بالماء بالحامض، من بعد يكبوا عليه زيت البلديه وينسموا بشويه الحامض شويه ديال الزعتر. هذا القوق هذا يقدر يستعملوه في الشلاده، يقدروا يستعملوه كذلك في البيتزا، في الفليبات، اللي مالا. هذه الطريقه باش يكون عندنا قريب وقريب وقريب لينا، يعني ماشي بغينا ديكونجلي عاد نجبدو. لا، من غير ديكونجلي خاصك تنقي وتحيد ليه التفل ديالو وتحيد ليه كل شيء. فاش واش هالطريقه هذه صحيه استاذ عبد العياشي؟ نعم صحيه، غير هو انا علاش غير هو خاصنا نستافدوا من هذوك الوراق اللي غادي نلوحوا. انا تيبقى فيا الحال ملي تنشوف هذوك الوراق ديال القوق مليوحين، هذوك الوراق اللي على برا، يعني هذوك الوراق اللي على برا خاصنا ضروري 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 اننا نستافدوا منهم. كيفاش كيفاش ناكلوهم؟ راه تيتكال هذاك اي غير، ولكن غير الراس ديالهم، غير الراس ديالهم، غير الراس ديالهم. لان الاغلبيه ديال الناس ملي تيديروا هذاك القوق هذوك الوراق ما تيعدوش هذاك الطرف الفوقاني اللي كاين في الوراق. وانا قلت يعني الماده الرئيسيه اللي كاينه في هذا القوق، لان الاغلبيه ديال الناس الان صبحوا تيعانيوا من مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي، وهذا اللينولين اللي كاينه في القوق اللي تعتبر من بين السكريات اللي ما تتهضمش، تعتبر من بين المكونات الغذائيه اللي تتلعب دور مهم جدا على مستوى الجهاز الهضمي. انا بطبيعه الحال دائما تنهضر على الوقايه، ما تنهضرش على العلاج. فالتناول لا بالنسبه للاطفال ولا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للشيوخ، نقطه اللي هي مهمه ومهمه بشكل كبير. وانا نقول لك هذه المساله ديال القوق علاش جا في فصل ديال الربيع، لان هذه موضوع اللي هو موضوع مهم. تناول ديال القوق فصل الربيع، حنا تنعرفوا بان فصل الصيف هو فصل ديال الزرود كما تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا، وتناكلوا فيه اغذيه اللي هي فيه دهنيات بشكل كبير، لان الامور مديره بواحد التراتبيه. ملي تناكلوا الان لهذا الفصل ديال الربيع، الفصل ديالاش؟ الفصل ديال الخضر اللي هي طالعه خضراء، الخضار خضراء، الخضر خضراء. نعم أخضر. نعم. الفصل ديال الحليب والمشتقات ديالو، لان البقره دابا تترعى، الحليب موجود، الزبده موجوده. الان البقره او بين قوسين الكسيبه الان تترعى مزيان، تتوجد الفصل الصيف، تتوجد الفصل الصيف، تتكون سمينه، تتذبح فصل الصيف باش يداروا الزرود وتداروا العرس الى اخره. فهنا تحضير الجهاز الهضمي باش يستقبل هذيك اللحوم فصل الصيف يتم عن طريق تناول القوق وعن طريق تناول الجلبانه، لان هاد اللينولين اللي كاينه في القوق تساعد على اصلاح ما افسدناه فيما يخص الجهاز الهضمي ديالنا. اذا الا فهمت معك استاذ نبيل عياشي، خاصنا نوجدوا الجسم ديالنا لاستقبال فصل الصيف وكل ما ياتي مع فصل الصيف من اكلات و... فاذا القوق من بين الاغذيه ومن بين الاطعمه اللي تتوجد الجسم ديالنا بطبيعه الحال اللي تتوجدنا فصل الصيف، لان فصل الصيف هو غذاء اللي فيه، هو فصل عفوا اللي فيه الاكثار من تناول اللحوم. الاكثار من تناول اللحوم، خصنا نعرفوا بان اللحوم عباره عن بروتينات، هذيك البروتينات راه صعيبه في الهضم ديالها، والدهنيات كذلك اللي كاينه في اللحوم صعيبه في الهضم ديالها، وبالتالي يتم تنعيو الجهاز الهضمي ديالنا عن طريق تناول مفرط ديال هذيك اللحوم وديال هذيك الدهنيات اللي في اللحوم، باش نهيئوا الجهاز الهضمي ديالنا عن طريق تناول هذه الاغذيه اللي كاينه في فصل الربيع. واخا نشوفوا الطريقه ديال تناول ديال القوق. طبعا ممكن ناكلوا خضر يكون دائما افضل. نعم. ياك واخا تيكحل الفم شي شويه، وهنا عطيتهم حيله باش ما يبقاش. نعم. يكفينا ناكلوا الليمونه من بعد صافي تيمشي التدشي الكحوليه. لكن واش تيفقد المكونات ديالو الاساسيه والغذائيه والمفيده جدا للجسم ديالنا فاش تنسلقوه مثلا، تناخذوه مع لا فينيغريت، او لا فاش تنطيبوه يعني في طاجين مع الجلبانه؟ نعم تيفقد مكونات غذائيه، تيفقد مكونات غذائيه على راسها المضادات الاكسده اللي كاينه في القوق تتفقد. صحيح ان تيبقى هناك بعض المكونات غذائيه اخرى، داك الشيء علاش هو اختي سميره بوغ اي خضره كيف ما كان النوع ديالها، من الافضل تكال خضراء وفي نفس الوقت تكال طايبه، ما نعتمدوش على غير طايبه، نعتمدوا على واحد الكيمياء خضراء، كيف ما شرنا على اللفت بالنسبه لبدايه الاسبوع، وقلنا بان خصو يتكال خضر ويتكال يابس ويتكال طايب عفوا، نفس الشيء بالنسبه للقوق، يتكال خضر ويتكال طايب، نفس الشيء بالنسبه للجلبانه، يتكال خضراء ويتكال طايبه. الناس ربما مشاو في الاتجاه انهم تيعتمدوا فقط على الاغذيه الطايبه،
وهذا تيخلي اننا تنفقدوا مجموعه ديال المكونات الغذائيه ديال هذه. تتبقى بعض المكونات اللي هي رئيسيه، ولكن المكونات اللي هي ثانويه واللي صبحات الان الاحتياجات ديالنا في منها رئيسيه.